السلام عليكم طلبة سنة رابعة انتساب، النهاردة المحاضرة العاشرة أو الرابعة في الجزء الخاص بي. المحاضرة اللي فاتت انتهينا من الفحص الضريبي لعناصر الإيرادات بكل أنواعها. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الفحص الضريبي العناصر المصروفات. قبل ما نبدأ في المصروفات، خلي بالك الإيرادات تبقى سهلة في المعالجة، مصروفات بتلخبط. لازم تبقى فاهم إن علاقة المصروفات بالربح علاقة عكسية، فمحاسب لو أخطأ وسجل المصروفات بالزيادة كده الربح المحاسبي يقل، يبقى الحل يضاف. يبقى بالرغم ان في زيادة في المصروفات احنا لما بنعدل بنقول يضاف، لكن لو المحاسب اخطأ وسجل المصروفات بالنقص الربح المحاسبي يزيد، يبقى الحل يقصد. يبقى انا حبيت اكد على المعلومه دي من البدايه، ان علاقه المصروفات بالربح علاقه عكسيه. هنبدا فحص الضريبي المصروفات. نشوف الاول شروط السماح بالمصروفات. ايه الشروط اللي لو توفرت في المصروف يعتبر المصروف مسموح به ضريبيا؟ يعني لو ظهر في قائمة الدخل إجراء سليم ولا تعديل، لابد من توافر خمس شروط. الشرط الأول أن يكون المصروف خاص بالنشاط، يعني المصروف مرتبط بنشاط الشركة مش مصروف شخصي. ما ينفعش تحط في قائمة الدخل مصروفات شخصية لرئيس مجلس الإدارة بتاع الشركة مثلا، لا، لازم المصروفات تكون مرتبطة بنشاط الشركة. فأنا هديك مثال قدامك كده مبسط يوضح الصورة. لو في عندنا غرامة على الشركة بسبب الإخلال بعقود توريد البضاعة، غرامة على الشركة بسبب الإخلال بعقود توريد البضاعة، ده مصروف مسموح به. يبقى لو ظهر في قائمة الدخل الإجراء سليم. طب بص العكس بقى، غرامة على رئيس مجلس الإدارة بسبب مخالفة قانون المرور. غرامة على مين؟ رئيس مجلس الإدارة بسبب مخالفة قانون المرور، ده مصروف شخصي غير مسموح به. يعني لو اتحمل على قائمة الدخل يضاف فورا. يبقى أول شرط إن المصروف يكون مرتبط بنشاط الشركة وليس مصروفا شخصيا. الشرط الثاني، أن يكون المصروف خاص بالسنة. أساس الاستحقاق مصروف يخص السنة. لو إحنا مستأجرين مبنى بألف جنيه في الشهر من 1/4، يبقى ما يخص السنة. 1000 في الشهر من 1/4 يبقى 9 شهور، يبقى اللي يخص السنة 9000. مثال، حملت قائمة الدخل بمبلغ 25,000 جنيه إيجار مخزن، مستأجر بإيجار شهري 2000 جنيه من بداية السنة. مستأجرين مبنى ب2000 جنيه في الشهر من بداية السنة، يبقى ما يخص السنة 2000، من بداية السنة يبقى 12 شهر 24,000. المحمل 25,000،
مصروف ظاهر بالزيادة مقلل الأرباح، إذن يضاف الفرق ألف. يبقى الشرط الأول المصروف يكون خاص بنشاط الشركة. الشرط الثاني مصروف خاص بالسنة. ثلاثة أن يكون المصروف إيرادي وليس رأس مالي. مصروف إيرادي بيساهم في تحقيق إيرادات السنة دي بس، وليس رأس مالي يساهم في تحقيق إيرادات عدة سنوات. وبالتالي كل نفقات شراء الأصول الثابتة دي بنعتبرها نفقات أو مصروفات رأس مالي، لو حملت على قائمة الدخل تضاف فورا. يبقى احنا لو بنشتري مبنى رسوم التسجيل دي مصروف رأس مالي ما تتهزرش في قائمة الدخل. بنشتري سيارة رسوم تسجيلها تعتبر مصروف رأس مالي ما تظهرش في قائمة الدخل. آلة مصاريف تركيبها دي رأس مالي ما تظهرش في قائمة الدخل. لو ظهرت في قائمة الدخل تضاف فورا، لأن المصروف الرأسمالي بيتجمع على تكلفة شراء الأصل عشان نحسب تكلفته، فبتظهر مع التكلفة في قائمة المركز المالي وليس في قائمة الدخل. يبقى مصروف خاص بنشاط الشركة يخص السنة، إيرادي وليس رأسمالي. أربعة أن يكون المصروف مؤكد الحدوث وليس احتمالي. وبالتالي كافة المخصصات والاحتياطيات لو اتحملت على قائمة الدخل تضاف فورا. مخصص ديون مشكوك فيها، احنا مش عايزين الاحتمال، احنا عايزين حاجة مؤكدة. مخصص ديون مشكوك فيها، مخصص هبوط أسعار المخزون يا تهبط يا ما تهبطش، مخصص ارتفاع أسعار الأصول الثابتة يا ترتفع يا ترتفع، لا. كل المخصصات والاحتياطيات معلومة هي صريحة، كل المخصصات والاحتياطيات لو اتحملت على قائمة الدخل تضاف فورا، لأن دي احتمالية وليست ممكنة. الاستثناء شركات التأمين مسموح بالمخصصات الفنية بتاعتهم، للطبيعة الخاصة بتاع شركات التأمين بيكون مخصصات فنيه، مخصص اخطار سريعه والكلام ده، مخصص تعويضات تحت التسويه، كل المخصصات في شركات التامين مسموح بيها. بالنسبه للبنوك اسمع معايا، بنسمح بايه؟ ب 80% من تعليمات البنك المركزي بشان القروض المتعثره. اصحى 80% من تعليمات البنك المركزي بشأن القروض المتعثرة. لو في 1,000,000 جنيه قروض متعثرة، البنك المركزي قال كون لها مخصص 50%، يبقى 1,000,000 بنك مركزي 50%، يبقى المخصص وفقا للبنك المركزي 500,000. احنا بنسمح بنسبة 80%، يبقى 500,000 في 80% نسمح ب 400,000 بس. طب لو البنك محمل 500، محمل 500 والصح 400 بس، يبقى يضاف 100,000. يبقى في البنوك بنسمح بمخصصات بنسبة 80% من تعليمات البنك المركزي بشأن القروض المتعثرة. يبقى الشرط الأول خاص بالنشاط، 2 يخص السنة، 3 مؤكد وليس احتمالي، 4 إيرادي وليس رأسمالي. آخر شرط 5 أن يكون المصروف مؤيد بمستندات. شرط منطقي جدا، احنا لو سيبنا المحاسب براحته هيملى قائمة الدخل مصروفات،
لأن المصروفات كل ما بتزيد في قائمة الدخل بتقلل الربح وبالتالي بتقل الضريبة. لأ، قانون الضرائب بيقول للمحاسب أي مصروف تحطه في قائمة الدخل تجيب لي مستند. مثلا مصروف إيجار، نشوف عقد الإيجار. مصروف تأمين، نشوف وثيقة التأمين. يبقى كل مصروف لازم يكون ليه إيه؟ مستند. أصحاب الأعمال والشركات اشتكوا، قالوا في مصروفات ما ينفعش نجيب لها مستند، زي الانتقالات الداخلية. لو موظف بيعمل مصلحة للشركة وخد تاكس هيجيب مستند ازاي؟ مصروفات ضيافة العملاء اللي جايين يتفرجوا على البضاعة ونعمل لهم ضيافة. مصروفات حاجات ما نقدرش نجيب لها مستند، الإكراميات هنجيب لها مستند ازاي؟ تدفع إكرامية عشان الشغل بتاعك تجيب مستند ازاي؟ فلما أصحاب الأعمال اشتكوا، قانون الضرائب سمح بالمصروفات بدون مستندات بحد أقصى 7% من المصروفات الإدارية والعمومية المؤيدة بالمستندات. وتخلي بالك بقول لك بحد أقصى، يعني لو كانت 7% أو 6% أو 5% بالإجراء سليم، إحنا بنعدل لو زادت عن 7%. حد أقصى 7% من المصروفات الإدارية والعمومية المؤيدة بمستندات. لو شفنا مثال، حملت قائمة الدخل بمبلغ 55,000 جنيه مصروفات إدارية وعمومية، منها 5,000 جنيه إكراميات ومصروفات بدون مستندات. المحمل 55,000، منها 5,000 إكراميات، اطرح الخمسة يفضل 50,000، دي اسمها مصروفات إدارية وعمومية مؤيدة بمستندات. الحد الأقصى 50,000 في 7 على 100 ب3,500، المحمل 5,000، محمل مصروف بالزيادة، في زيادة في المصروفات 1,500، طالما زيادة مصروفات يبقى يضاف 1,500. مثال تاني، حملت قائمة الدخل بمبلغ 5,000 جنيه إكراميات ومصروفات بدون مستندات، علما بأن المصروفات الإدارية والعمومية المؤيدة بمستندات 80,000. الإدارية والعمومية 80,000، ما قالش منها هنا. نضرب على طول في 7 على 100 ب5,600، المحمل 5,000 فقط، الأقصى 5,600، وأنت محمل 5 بس في حدود الحد الأقصى، يبقى إجراء سليم. يبقى دي شروط السماح بالمصروفات، يخص نشاط الشركة، يخص السنة، مؤكد الحدوث، إيرادي وليس رأسمالي، مؤيد بمستندات. نبدأ نعالج بعض المصروفات الرئيسية اللي عندنا. نبدأ بأول مصروف الإدارة. اللي أنت تعرفه إن الإهلاك ده مصروف مرتبط بالأصول الثابتة، وإن كل الأصول الثابتة بتخضع للإهلاك فيما عدا الأراضي، لأن الأراضي ملهاش عمر محدد. ضريبيا بنقسم الأصول الثابتة عشان الإهلاك لثلاث مجموعات. أول مجموعتين كده جنب بعض، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. المجموعة الأولى وتشمل المباني والتجهيزات والإنشاءات والطائرات والسفن، يهمك المباني والإنشاءات والتجهيزات. دي ضريبيا بتهلك 5% من التكلفة كاستثمار.
تحفظ 5% من التكلفة. المجموعة الثانية، الأصول غير الملموسة مثل الشهرة وحق الاختراع بتهلك ضريبيا 10% من التكلفة بشرط تكون مشتراه، يعني انت شاري الشهرة او شاري حق الاختراع. يبقى اول مجموعتين ركز مع المباني والانشاءات والتجهيزات 5% من التكلفة، شهرة وحق اختراع 10% من التكلفة. المجموعة الثالثة بنفرق ما بين اهلاك عادي واهلاك معجل. الاهلاك العادي، واحد الحاسبات الآلية والبرامج، حاسبات آلية وبرامج بتهلك ضريبيا 50% من أساس الإهلاك. وهفكرك بأساس الإهلاك، 50% من أساس الإهلاك. 2 الآلات والمعدات والسيارات والأساس 25% من أساس الإهلاك. احفظ، يبقى عندك 5% مباني، 10% شهرة وأصول غير ملموسة، 50% حاسبات آلية، 25% آلات ومعدات وسيارات وأساس. نيجي للمعجل، يحسب للآلات والمعدات الإنتاجية فقط بمعدل 30% من تكلفة الشراء مرة واحدة فقط بشرط الاستخدام الفعلي. قانون الضرائب بيشجع على زيادة الإنتاج، فبيقول الشركة اللي بيشتري آلات ومعدات بتنتج هديله بدل الإهلاك العادي بس هديله إهلاك عادي ومعجل 30% من تكلفة الآلات اللي أنت بتشتريها، بس بتديها لك مرة واحدة في السنة اللي أنت بتشتري وبتستخدم فيها، مرة واحدة مش بتتكرر كل سنة. شرط ان انت لما تشتري تستخدمها بالفعل ولو ليوم واحد. دي ميزة للآلات عشان نزود الانتاج، ان بدل ما بديلك اهلاك بديلك 2. انا لما بزود لك المصروفات بقلل الارباح فبقلل الضريبة، فدي ميزة للآلات والمعدات الانتاجية فقط. فاضل نفتكر بنحسب اساس الاهلاك ازاي؟ كيف يحسب أساس الإهلاك؟ معادلة، بنبدأ بالقيمة الدفترية ضريبيا أول المدة، قيمة الدفترية لسه معالجينها مع الأرباح الرأسمالية، اللي هي لو مش موجودة تبقى عبارة عن التكلفة ناقص المجمع الضريبي أول المدة، قيمة دفترية ضريبيا أول المدة. لو مش موجودة صراحة نحسبها التكلفة ناقص المجمع الضريبي أول المدة، زائد الإضافات لو في شراء مثلا بالتكلفة، تكلفة اللي احنا اشتريناها خلال السنة ناقص الاستبعادات أو البيع، تمن البيع أو التعويض، زائد إضافات ناقص استبعادات ناقص إهلاك معجل في حالة الآلات والمعدات فقط، لو في إهلاك معجل بنطرح، يطلع ناتج بنسميه أساس الإهلاك، قيمة دفترية ضريبية أول المدة زائد الإضافات بالتكلفة ناقص الاستبعادات لثمن البيع أو التعويض ناقص إهلاك معجل، يطلع أساس الإهلاك. أساس الإهلاك ده 3 احتمالات، يا يطلع رقم سالب، يا رقم موجب أقل من أو يساوي 10,000،
يا رقم موجب أكبر من 10,000. لو سالب بنعتبره ربح رأس مالي يقطع للضريبة. سالب وربح عشان لو بصيت لمعادلة أساس الإهلاك هتلاقيها عكس معادلة الربح الرأسمالي. جايلك ثمن البيع بالسالب والشراء بالموجب، الإضافات بالموجب وثمن البيع بالسالب، فعشان كده لما بيطلع ربح سالب بنعتبره إيه؟ ربح رأسمالي يقطع للضريبة. لو موجبه أقل من أو يساوي 10,000 يبقى هو الناتج على طول الإهلاك الضريبة. لو اكبر من 10,000 بنضرب الناتج في معدل الاهلاك حسب الاصل، يا نضرب في 50% يا نضرب في 25، والناتج هو الاهلاك الضريبي. يبقى لو سالب يبقى ربح راس مالي يقطع للضريبه، لو موجبه اقل من او يساوي 10 يبقى هو الاهلاك الضريبي على طول، لو موجبه اكبر من 10 طلع 50,000 مثلا، تيجي واخد ال 50,000 دي ضاربها في معدل الاهلاك حسب الاصل. لو حاسبات اليه نضرب 50، لو اساس او سيارات اولاد نضرب 25، وناتج الضرب يبقى هو الاهلاك الايه؟ الضرب. نشوف مثال. اول مثال، حملت قائمه الدخل بمبلغ 20,000 جنيه اهلاك مباني بمعدل 4% من التكلفة. طيب، افتكر معايا كده في الترم الأول، أنا عندي إهلاك مباني محمل على قائمة الدخل 20,000 جنيه، يبقى الإهلاك المحاسبي 20,000 محمل، دايماً يضاف الإهلاك المحاسبي. يبقى الاهلاك المحاسبي 20,000 هنضيفه ونرجع يخصم الاهلاك الضريبي. يبقى بتشتغل على خطوتين، دايما بنضيف الاهلاك المحاسبي ونرجع نخصم الاهلاك الضريبي. طب عايزين نحسب الاهلاك الضريبي، هو بيقول لي ال 20,000 محسوبه بمعدل 4%. انت حافظ ان المعدل الضريبي 5%، تطلع كام؟ طرفين في وسطين، 20,000 في 5 على 4 ب 25,000، ده الضريبي يخصم. خلي بالك من الحته دي. يبقى انا ضفت الاهلاك المحاسبي وحسبت الإهلاك الضريبي طرفين في وسطين، طلع 25,000 جنيه يخصم، يضاف المحاسبي ويخصم الضريبي. مثال ثاني، حملت قائمة الدخل بمبلغ 10,000 جنيه إهلاك سيارات، علما بأن القيمة الدفترية أول المدة 500,000، ثمن شراء السيارات خلال العام 200,000، وثمن بيع سيارات بمبلغ 705,000. بنتكلم عن سيارات، دي بتخضع وفقا لأساس الإهلاك، يبقى لازم نحسب أساس الإهلاك، نطبق المعادلة ونشوف أساس الإهلاك بالنسبة للسيارات كام. علما بأن القيمة الدفترية أول المدة 500,000، يبقى القيمة الدفترية أول المدة 500,000، واشترينا سيارات ب 200، يبقى إضافات 200,000، وثمن بيع سيارات 705، يبقى ناقص استبعادات 705، يطلع الناتج بالسالب 5,000. طالما سالب يبقى ربح رأس مالي يقطع، طالما ربح يبقى في قائمة الإقرار يضاف الربح 5,000 ويضاف الإهلاك المحاسبي اللي كان محمل 10,000. يبقى ضفنا الربح المحاسبي اللي هو الربح الرأسمالي وضفنا الإهلاك المحاسبي. نفس المثال السابق، بفرض أن ثمن البيع 695،
نعوض في المعادلة تاني، قيمة دفترية أول المدة 500,000 زائد إضافات 200,000 ناقص استبعادات عدلناها 695,000 يطلع بالموجب 5,000. ده أساس الإهلاك. الخمس تلاف دي أقل من 10,000، يبقى إذا الإهلاك الضريبي على طول 5,000 يحسب. ما تنساش الإهلاك المحاسبي اللي كان محمل 10,000 يضاف. نفس المثال السابق بفرض أن ثمن البيع 400,000، نعوض تاني، هنعدل ثمن البيع 400 بقيمة دفترية أول المدة 500 زائد إضافات 200,000 ناقص استبعادات عدلناها بقت 400,000 يطلع الناتج 300,000 أساس الإهلاك. 300,000 أكبر من 10,000، يبقى إذا الإهلاك الضريبي آخد ال 300,000 في طالما سيارات يبقى 25 على 100، 75,000 إهلاك ضريبي يخصم. وما تنساش الإهلاك المحاسبي 10,000 يضاف. لو شفنا مثال على الآلات عشان نعالج الإهلاك المعدل، حملت قائمة الدخل بمبلغ 20,000 جنيه إهلاك آلات، علما بأن تكلفة الآلات أول المدة 500,000 ومجمع الآلات الضريبي في نفس التاريخ 100,000، واشترينا آلات ب200,000 وبعنا آلات تكلفتها 300,000، احترقت إحدى الآلات تكلفتها 300,000 وخدنا تعويض 240,000. نمشي مع المثال، تكلفة الآلات أول المدة 500 والمجمع الضريبي في نفس التاريخ 100، يبقى قيمة دفترية أول المدة بين قوسين تكلفة 500 ناقص مجمع ضريبي 100 يبقى أول المدة 400. اشترينا آلات خلال السنة بمبلغ 200 زائد إضافات 200,000، احترقت إحدى الآلات تكلفتها 300 وخدنا تعويض 240، يبقى ناقص استبعادات اللي هي التعويض 240 بالسنة. ما تنساش طالما بنشتغل مع آلات يبقى نقول ناقص إهلاك معجل. الإضافات 200,000 معجل 30 على 100 ب 60,000 يطلع الناتج 300,000 أساس الإهلاك. ال 300 دي أكبر من 10,000، إذا الإهلاك الضريبي 300,000 طالما آلات 25 على 100 ب 75,000 تخصم. إهلاك معجل 60,000 يخصم. إهلاك محاسبي كان معطى 20,000 يضاف. يبقى ثلاث حاجات، إهلاك عادي ضريبي يتخصم، وإهلاك معجل يتخصم، وإهلاك محاسبي يضاف. كده انتهينا من الإهلاك. برضه مش هطول عليك في المحاضرة دي. مصروف تاني كان في باب دكتوراه في الترم الأول وبالنسبة لك ما كانش فيه مشكلة، المصروفات السهلة. التبرعات، أفكرك بالتبرعات
لو الشركة بتاعتك برعت بمبلغ بتتوقف المعالجة عليه. احنا متبرعين او الشركة متبرعة لمين بالظبط؟ يبقى بالنسبة للتبرعات بيقابلنا ثلاث احتمالات. احتمال اول، تبرعات لجهات حكومية، تبرع لحي او لمحافظة او لوزارة او لجامعة حكومية، تبرعات لمدرسة او لمستشفى او لجمعية خيرية خاضعين لإشراف الحكومة. مدرسة، مستشفى، جمعية خيرية، بس بشرط خاضعين لإشراف الحكومة. تبرعات أخرى بخلاف ما سبق بقى، تبرعات للفقراء، لمائدة الرحمن، الكلام ده دي تبرعات. تبرعات لجهات حكومية دي مسموح بها بالكامل، يعني لو اتحملت على قيمة الدخل الإجراء سليم. يبقى تبرع لجامعة اسكندرية، تبرع لمحافظة مش عارف ايه، تبرع لوزارة الصحة، كل ده مسموح بيه ولو ظهر في قائمة الدخل إجراء سليم. تبرعات لمدرسة، مستشفى، جمعية خيرية خاضعين لأشراف الحكومة مسموح بيه بحد أقصى 10% من الربح الضريبي. يبقى ده ليه حدود 10% من الربح الضريبي. أي تبرع آخر بخلاف ما سبق، موائد الرحمن، لفقراء الحي، لأرملة موظف سابق، الكلام ده غير مسموح به. يعني لو اتحمل على قائمة الدخل يضاف فورا. طيب نشوف مثال نعالج التبرع. بلغ الربح المحاسبي لإحدى الشركات المساهمة المصرية 164,000، وبالفحص طرح أن قيمة الدخل حملت بالآتي: قيمة إقرار على طول، صافي الربح المحاسبي معطى 164,000 يضاف إليه ويقسم منه. قيمة الدخل اتحملت بإيه؟ 16,000 مخصص ديون مشكوك فيها. افتكر معايا المحاضرة اللي قبليها، كل المخصصات بصرف النظر عن بنوك شركات التأمين، كل المخصصات والاحتياطيات غير مسموح بيها، ولو اتحملت على قيمة الدخل تضاف فورا. يبقى مخصص ديون مشكوك فيها لأنه مصروف غير مؤكد، نضيف 16,000. 20,000 تبرعات لجامعة اسكندرية، جامعة حكومية، برع للحكومة إجراء سليم، متحمل على قائمة الدخل. يبقى شرطة تبرعات لجهة حكومية مسموح بها. 25,000 تبرعات لجمعية الهلال الأحمر المصرية، هنا جمعية خيرية ليها حد أقصى 10% من الربح الضريبي. طب أنا لسه معرفش الربح الضريبي كام، فبنضيفها مؤقت 25,000، نحط عليها ستار كده عشان إيه ترجع لها بسرعة بعد كده. تبرعات لجمعية خيرية تضاف مؤقتا، هنرجع ناخد فيها قرار تاني. 15,000 تبرعات لأرملة موظف سابق، تبرعات للأرامل والكلام ده والفقراء دي صدقات أو زكاة، فدي مش مسموح بيها ضريبيا. فال 15,000 دي تبرعات لأرملة موظف غير مسموح. نجمع الناتج 220,000 ده الربح الضريبي قبل التبرعات. نرجع يخصم منه تاني تبرعات لجمعية خيرية،
المسدد والسطر اللي تحته الحد الأقصى. المسدد تلمح بطرف عينك للستار. المسدد 25,000. حد الأقصى ناخد الربح الضريبي 220,000 ونضرب فيه 10 على 110، وهقول لك ليه. 220 في 10 على 110 ب 20,000. يبقى قدامنا المسدد 25 والحد الأقصى 20، نختار الأقل 20، يبقى نطرح ال 20,000، يفضل 200,000 الربح أضرب. حاول تفهم معايا الفكرة دي كده. إحنا ليه ضربنا في 10 على 110؟ أنت حافظها في الترم الأول، مش كلهم عارفين السبب. دلوقتي قانون الضرايب قال إحنا بنسمح بالتبرعات دي بحد أقصى 10% من الربح الضريبي. يبقى إحنا بننسب للربح الضريبي. تعال نبقى قاعدة كده. طالما بتنسب لحاجة معينة بتنسب للربح الضريبي، بنسب له يبقى هو 100%. لكن ال 220,000 دي عبارة عن الربح الضريبي متضاف ليه مؤقت حتة تقريبا 10. يبقى انت بتنسب لل 100 زائد حتة إضافية 10، يبقى بتنسب ل 110. لو ما كنتش ضايف التبرع ده مؤقت كنت ضربت في 10 على 100 على طول، لكن طالما انت ضايف حته تقريبا 10% فبتنسب ل 100 زائد 10، فبنقول 10 على 110. مصروف اخير النهارده كده بسرعه ونختم على كده. احنا عالجنا الاهلاك وعالجنا التبرعات. مصروف اللي بعد كده الديون المعدومه. الديون المعدومة بتعتبر من المصروفات المسموح بيها. نقولنا مشكوك فيها لا. ديون معدومة مصروف مسموح بيه. بس بشرط ان الدين ده يكون على عميل مثلا توفى ما تركش شيء وراه. هرب ما سابش شيء وراه. فلس وما قدرناش ناخد منه حاجة. او الدين ده على عميل بقالنا 18 شهر بنطالبه ومش عارفين نقبض. 18 شهر عمالين نطالب في العميل بالفلوس ومش قادرين نقبض. دي كلها تعتبر ديون ايه؟ معدومة. لكن لو قال لي ديون على عملاء معسرين، لو العميل معسر ما نعتبرش الدين معدوم. او ديون على عميل له ضامن، لو العميل ليه ضامن ما يبقاش دين معدوم، ارجع للضامن. عميل عملنا له اجراءات بروتست ولم نحصل شيء، برضه اجراءات البروتست مش دليل على ان الديون معدوم. يبقى لو في ضامن او مجرد العميل معسر او مجرد عملنا اجراءات بروتست، كل دي مش ديون معدومه. امال امتى معدومه؟ لو هرب او توفى وما تركش شيء، او بقالنا 18 شهر متخذين اجراءات جاده للتحصيل وما عرفناش نحصل شيء. هختم بمثال اخير، فكره حلوه جدا، عرفت ان انتوا ما خسرتوهاش في الترم الاول. شوف كده الفكره دي هتعجبك ولا لا. ظهر في قائمه الدخل الناتج من تسويه مخصص الديون المعدوم الذي كان رصيده في بدايه السنه 30,000 وفي نهايه السنه 25,000. علما بأن الشركة حملت المخصص بديون معدومة قدرها 8,000 جنيه متوافر فيها شروط الخصم. حلوة الفكرة دي. ظهر في قائمة الدخل الناتج من تسوية المخصص. الناتج من تسوية المخصص ده كام؟ معرفش. ناتج من تسوية مخصص عاطيلك رصيده أول وآخر وديون معدومة؟ أنت راجل محاسب، يبقى الحل تصور حساب استاذ. حساب مخصص ديون معدومه. المخصصات بطبيعتها دائنه، يبقى في الدائن رصيد اول
وفي المدين تحت كده رصيد آخر. ليه أول في الدائن؟ لأن المخصص بطبيعته دائن. عوض رصيد أول 30 ورصيد آخر 25. المخصص ده بيقل بالديون المعدومة، خلي بالك، عشان هو بطبيعته دائن يبقى بيقل في المدين، يبقى المدين ناقص. لما يكون في ديون معدومة بنقفلها في المخصص يوم المخصص يقل، يبقى عندي في المدين ديون معدومة معطاة 8000، يفضل لك متمم حسابي المحمل على قيمة الدخل. قبل ما نحسبها عملية سهلة جدا، تفتح حساب أستاذ، رصيد أول في الدائن ورصيد آخر في المدين. الديون المعدومة في المدين، ليه في المدين؟ لأن الديون المعدومة لما بتتقفل في المخصص بتقلله، ففي المدين. يظهر لك متمم حسابي المحمل على قيمة الدخل. المدين 33، ننقل 33 متمم 3، مخصص محمل على قيمة الدخل. كل المخصصات المحملة على قيمة الدخل ما تنفعش، يبقى الثلاثة المحملة دي تضاف. طب إيه رأيك في الديون المعدومة؟ طب ما هو مسموح بيها إن هي تظهر في قيمة الدخل، بس هو قفلها في المخصص، يبقى ما ظهرتش في قيمة الدخل، يبقى دي نقصان. يبقى الخلاصة، تصور حساب أستاذ مخصص، رصيد أول في الدائن وآخر في المدين. الديون المعدومة في المدين والمحمل على قيمة الدخل في الدائن. المحمل على قيمة الدخل يضاف والديون المعدومة تخصم. يبقى أنا كده عرفت معاك النهاردة الإهلاك، فكرتك بيه ما فيهوش أي اختلاف عن الترم الأول. تبرعات ما فيهاش أي جديد عن الترم الأول. ديون معدومة، خلي بالك من فكرة تسوية المخصص دي، فكرة روتينية سهلة جدا، أول وآخر، ديون معدومة ومحمل. الديون المعدومة تتخصم والمحمل يضاف. ونكمل إن شاء الله المحاضرة اللي جاية.